اهلا وسهلا بيكم في جيمز تو ايجيبت جيم بلايز. لو انت فاكر انك لما دوست على الفيديو داخل عشان تتفرج على التك ديمو بتاع ماتريكس، فانا اسف جدا هقول لك ان انت غلطان. انت داخل تتفرج على لعبتين لماتريكس ساعتها عملوا ضجه كبيره جدا جدا في عالم الالعاب المقتبسه من الافلام. هنتفرج النهارده مش على لعبه واحده، احنا هنتفرج على لعبتين، واللعبتين دول اعتقد ان قليل منكم هيكون لعبها بشكل فعلي بس ممكن يكون عارفهم، وهما لعبتين انتر ذا ماتريكس ولعبه ماتريكس باث اوف نيو. هنعرف تفاصيل اكتر في الفيديو، تعالوا مع بعض من غير مقدمات كتير نخش في الفيديو على طول، واتمنى انه يعجبكم. معكم كينج من جيمز تو ايجيبت ويلا بينا. انتر ذا ماتريكس، اللعبه دي نزلت 2003 من شركه اتاري. نبدا نيو جيم، خلينا على النورمال المره دي ولا الهارد؟ يلا بينا على الهارد زي ما احنا اتعودنا من الفيديو اللي فات. هنا طبعا بيخلينا نختار ما بين جوست ونايوبي. اللعبة دي انا اول مرة العبها كانت على بلاي ستيشن 2، وبعدين جربتها على البي سي ساعتها، وكانت بالنسبة لي بتقدم لي تجربة غريبة جدا وفريدة من نوعها. تعالوا مثلا نختار مين. انا حقيقة محتار، بس انا فاكر ساعتها انا كنت بلعب اكتر بنايوبي، فتعالوا نختار نايوبي. انا حرفيا اول مرة ابدأ الجيم دلوقتي حالا، مجربتهاش قبل كده، يعني بقالي اكتر من 15 سنة ما لمستهاش. فتعالوا نشوف دلوقتي ايه الاخبار، هتبقى عاملة ازاي، هل فعلا هعرف العب الجيم اصلا ولا مش هعرف. فتعالوا نشوف كده ونجرب مع بعضينا. المفروض ان الاحداث اللعبة دي معمولة علشان هتبقى قصة فرعية للفيلم للجزء الاول. بيقربونا اكتر من فريق الريزيستنس او المقاومة، وهنا في اللعبة دي بنلعب بشخصيتين نايوبي وجوست. فتعالوا نسكيب بقى الفيلم ونخش على طول كده في المفيد. انا حاليا بلعب اللعبة على البي سي. اول ما جيت اجرب الجيم، الجيم كانت تقريبا ما بتشتغلش، كان ما فيهاش تحكم في الريزولوشن ان انا العب اللعبة على الفول اتش دي. قعدت ادعبس شويه لحد ما لقيت ان في باتشز بتنزلها بتمكنك انك تلعب اللعبه اتش دي. فتعالوا برضو كده ايه، يلا بينا نسكيب برضو ونشوف الدنيا هتودينا فين. ادي ده جرافيكس 2003 يا جماعه، الجاكيت بتاعها فيه لمعه ظريفه جدا. فتعالوا نشوف كده المهمه بتاعت نايوبي ايه في الميشن دي، ونجرب الدنيا كده مع بعضينا. الموسيقى سخنه قوي، انتوا بتقفلوا وانا مالي؟ الموسيقى سخنه قوي على الريتم ده، بس تعالوا نشوف كده الدنيا فيها ايه. انا فعلا مش فاكر اي حاجه خالص من اللعبه دي، يعني انا فاكر بس الجيم بلاي لكن مش فاكر اي تفاصيل خالص. برضو احنا بنتكلم في فتره كبيره جدا، يعني 2003 دي انا كنت فين؟ انا كنت في المدرسه، كنت في ثانوي. فتعالوا كده نشوف هيحصل ايه. البيبان كلها مقفوله ما شاء الله. طبعا الاف او في بتاع اللعبه دي غريب يعني بصراحه، الله كلانكي قوي، بس مش مشكله. حاضر هنمشي، هنمشي يا معلم ولا يجب. تعالوا لي يلا بينا. الاكشن بتاعها يعني ضربات الفيزيكال جميله لذيذه والله، بس الكاميرا طبعا صعبه جدا، يعني الكاميرا التحكم فيها مش طبيعي. كويسين انتوا يعني. طبعا اللعبه على الهارد انا لحد دلوقتي. طبعا هو المفروض اصلا ان الشخصيات دي في عالم ماتريكس بتبقى اوفر باورد جدا في اليونيفرس ده. بص الشلوت بيطيرهم زي الفيلم بالظبط. بيضرب مين ده؟ بصراحه عيني وجعتني، انا عيني وجعتني من سرعه الكاميرا. حلوة الشيلة دي، جميلة. دايف ثرو، السهم ده مزاولني. ايوه تعالوا كده نمشي ورا السهم نشوف السهم هيودينا لفين. طب ما عايزين نجرب نعمل اي كامبو كده، انا حقيقة مش فاكر، يعني مثلا نجرب. الناس بتتكحول، يعني الناس حرفيا بتاخد الضربات بتتكحول على طول. نايس. يا نهار ابيض بطير.
فتحنا الباب نرجع بقى تاني. الناس اللي كانت بتسألني في الفيديو اللي فات عن لعبة سبايدر مان شاتر دايمينشنز، اللعبة دي حاليا يا جماعة مش متوفرة في اي حتة غير طبعا مقرصنة. طبعا احنا مش بنشجع خالص الكراكينج والحاجات دي، بس مفيش حل تاني انك تجرب اللعبة لو انت كنت شاريها زمان على ستيم. انا الاكاونت بتاعي القديم بتاع ستيم كانت اللعبة موجودة عليه، فانت دي الحل الوحيد انك تلعبها طبعا مقرصنة. فانا احنا طبعا ما بنشجعش القرصنة خالص، لا من قريب ولا من بعيد. انا دوست طبعا قلت اعرف ايه اللي هيحصل. خلصت عليه المفترية. انا سامع شوية الموسيقى حلوة جدا، عجباني الموسيقى لذيذة جدا. اثبت يلا. في حاجة تقريبا هنا، في ايه هنا؟ السهم ده مجنني، يعني انا اروح فين يا مسه كده؟ ممكن ايوه سريعة جدا. يعني انا مش فاكر هي كانت بالسرعة دي زمان ولا لا، ولا احنا اللي عجزنا ولا ايه. خلينا مكملين لحد ما نشوف كده الميشن دي هتوصل بينا لفين. طبعا تسلقت الباب بشكل غريب شوية، بس كتر خير الدنيا يا جماعة. انا دايما بعتبر ان الالعاب القديمة دي هي السبب في اللي احنا فيه حاليا. يعني فاي حد بيبص للالعاب دي ان هي طبعا اوت ديتد فده حقه، بس في نفس الوقت لازم تبقى عارف ان الالعاب بالبداية دي هي اللي وصلتنا للي احنا فيه حاليا. فعشان كده انا واحد من الناس بحب جدا ان انا الالعاب القديمة ارجع لها واستمتع بيها على قد ما بقدر. وزي ما قلت برضه كده، في العاب انت ممكن تلعبها تقدر تلعبها، وفي العاب انت مش هتعرف تلعبها خالص بحكم ان العين خدت على حاجة معينة. وفي نفس الوقت برضه الكنترولينج ده تطور رهيب عن دلوقتي عن زمان. يعني تعالوا نكمل الميشن لحد دلوقتي. لسه طبعا ايه مش شايف هدف محدد. نشوف كده انا بالنسبه لي بصراحه انا نفسي ان انا افرجكم على، انا ما حسيتش بنفسي وانا بس بعض الالعاب القديمه بتاعت زمان اللي ما زالت لحد النهارده ممتعه جدا، وبمجرد بس انك تجربها فعلا هتحسه بمتعه مش طبيعيه. بس باذن الله ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه كتير، فان شاء الله هفرجكم على الحاجات دي كلها. يعني اتمنى انكم ما تزهقوش مني، بس ان شاء الله انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اقدم لكم حاجه تسعدكم باذن الله. يلا بقى اكشن بقى. يا نهار ابيض هي انا فاكر انها كانت بتجري على الحيطه، بس مش فاكر ازاي بصراحه. عايز اجرب، كانت حلوه جدا. يا نهار ابيض ايه ده؟ لا خليني مش كده وحش. بس هو الفوكس على اليمين، بس احنا عايزين نعرف. انا هيبقى وحش كده. انا فاكر ان هي كانت بتجري على الحيطه، انا دي افتكرتها دلوقتي. هي بتعمل اوتو هيل اهو، في اوتو هيل ريجينريشن. ايوه شغل سلو موشن بقى وماتريكس بقى.
هوبا 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 نايس. الحاجتين بيعمل لهم بتعمل لهم اوتو ريفيل ودي حاجة ظريفة جدا. والله يا جماعة يعني ايه صدق او لا تصدق بس اللعبة مسلية جدا. والمعلوماتكم من اللعبة دي كانت يعني اول ما نزلت ساعتها الكريتكس ما رحمتهاش، لاقت كمية نقد مش طبيعي عشان خاطر كان الجام بلاي ما كانش عاجب الناس وكان في شوية مشاكل كده في بالنسبة يعني للعبة. ممكن تكون دي المشاكل اللي انا شايفها دلوقتي بعناية، فهي دي اللي كانت عاملة انتقادات شديدة. بس اللي انتوا بقى متعرفوش ان اللعبة دي نجحت نجاح مش طبيعي لدرجة ان هي ساعتها باعت اكتر من 5 مليون نسخة مع الاطلاق بتاعها. كانت تعتبر من انجح الالعاب المقتبسة من الافلام ساعتها برضو، فان الناس انبسطت بيها جدا. طبعا انا مستمتع جدا بالميلي اتاكس بصراحة، عجباني قوي يعني، احسن من ان انا العب المسدس يعني. المسدس تحسه غبي شوية، فانا مستمتع اكتر بالميلي اتاكس الحقيقة. وهو ده اللي كان بيميز اللعبة دي على فكرة، هما ما كانوش مهتمين قوي بالجام بلاي، هما كانوا مهتمين اكتر بالميلي اتاكس وشغل سلو موشن وحاجات كده. تعالوا نجرب جوست في كويك لوك سريع كده. اللعبة دي زمان يا جماعة يا ريت يقول لنا، واللي فاكرها برضو يا ريت يقول لنا. يعني بنبسط جدا لما بلاقي حد من الجيل القديم كل العصر الحاجات القديمة دي، فعلا ببقى سعيد جدا. فما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات. انا مش فاهم ايه الفكرة صراحة، فعلا الناس عندها حق ان يعني التنشين بشع يعني، مش فكرة مش حلو بس ده بشع. طبعا احنا كده رجعنا تاني بقى في نفس الحتة اللي نشترك فيها مع بعض من الجيم بلاي بتاع نايوبي. حلوة الحتة دي. يا ولا نايس مسك والله، ما كنتش اعرف. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، برضه وقعت مفيش فايدة. لا حول ولا قوة الا بالله. اللعبة دي نورمال زي الهارد ولا ايه؟ اعتقد المفروض ان انا اطلع فوق تاني يعني. اعتقد ان النط بالفوكس مختلف تماما يعني. بص النط العادية اهي بالفوكس ما شاء الله بيطير. يوه فوت الكسر. ايوه طبعا يعني بصوا يعني من المميز برغم ان الصعوبة الرهيبة طبعا في الكنترولينج، بس ان حتة زي دي مفيش تيبس يعني، محدش الكمبيوتر ما اداكش تيب يقول لك ايه دوس مثلا كذا وكذا عشان تنط كذا. لا انت اكتشفت، انا فعلا اكتشفت لوحدي يعني. لو انا طبعا مش فاكر حاجة خالص بس جربت وفهمت ان الحته دي ممكن تتعدى فعلا من فوق عن طريق ان انت بتنط السوبر جامب بتاعت الفوكس. فدي حاجه جميله يعني، ودي برضو من الحاجات اللي كانت بتميز الالعاب زمان صعوبتها. اللعب دلوقتي بقت سهله جدا جدا. تعالوا نكمل بقى بقيه المرحله. المرحله طويله قوي قوي قوي، وانا الحقيقه بدات اتعب يعني. المرحله فعلا غريبه شويه بقى، سلو مو بقى على شويه حركات. فكرت بماكس بين او الحته اللي فاتت. اخيرا تقريبا المرحله خلصت.
الحته دي يعني فكرتني جدا بالتاك ديمو بتاع الماتريكس، ان اخوانا واحنا مش حارمينكم من حاجه، يعني اللي عايز يلعب يضرب نار من العربيه موجود. تعالوا برضو نكمل، المفروض ان احنا عايزين نخرج نلاقي مخرج من الماتريكس، وبيدور دلوقتي على التليفون. اوبا، واحد من الايجنتس. الايجنتس طبعا في اليونيفرس ده بيبقوا تقريبا يعني اقوياء جدا. تعالوا نختم لحد هنا في اللعبه دي، وتعالوا نخش الجزء اللي بعديه على طول اللي هو باث اوف نيو، ونبدا نبص عليه بصه كده مع بعضين. يلا بينا. طبعا الجزء ده اتعمل في 2005، فتعالوا مع بعض كده نجرب الجيم بلاي ونشوف الدنيا فيها ايه. مورفيوس هنا بيخيرك ما بين الحباية الزرقاء والعمرة، انا اخترت الزرقاء على فكرة، قلت اجربها فعلا خلت الجيم يتعاد من الاول، دي كانت حركة لطيفة. فعلا طبعا هنختار الحمرة. الجرافيكس انا شايفه من وجهة نظري اقل من الجزء الاول، مش عارف ازاي، على الرغم ان الجزء ده احنا بنلعب بنيو، ده كان مطلب جماهيري اصلا ساعتها، ان كانت الناس زعلانه في زي ما قلت ان الجزء الاولاني ما كانش فيه نيو، بس انا شايف ان الجرافيكس اقل من 1. كومبوهات بقى خطيره، واخدين الستايل بتاع شخصيه نيو بالظبط، يعني نفس الاسلوب بتاع كيانو ريفز مع برضو سلو موشن. اللعبة دي بتدور مجريات احداث قصة نيو كاملة في الاجزاء كلها، في اجزاء الفيلم كلها، حتى بصوا يعني شايفين اللقطة دي كانت في الفيلم، المفروض ان هو كان بيهرب من الايجنت، فتعالوا كده نشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. هو في اللعبة دي انا بقى ايه فرايتيز كتيرة في الجيم، زي انك تستخبى، ويعني ايه بيدونا سنة برضو اختلاف على الجيم بلاي اللي فات من الجزء اللي فات. فتعالوا كده نشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. المفروض انا باخد التعليمات من مورفيوس ان انا افضل قاعد مستني. ابدا بقى اتحرك. حلوه الزقه دي. المفروض في الفيلم ان هو اصلا ما يعني ما وصلش لكل ده، يعني هو المفروض ان هو اتقفش على طول، فانا مش عارف هما برضو بيعزين يدونا يمطوا شويه كده باحداث مختلفه عن الفيلم، دي حاجه حلوه انك تشوف حاجه ما شفتهاش في الفيلم، فانا بحاول اهرب منه. تحسها لعبه مختلفه تماما عن اللعبه اللي فاتت. الليجنت كان هيقفشني. ايوه نط بقى يا اخي. اللعب طبعا بالكيبورد والماوس كان بقالي فتره كبيره ما بلعبش بيهم، فحسيت ان الموضوع كان صعب شويه بالنسبه لي. انا العاب الكيبورد والماوس بالنسبه لي العاب الشوتينج بس، لما باجي العب بقى الالعاب العاديه بالكيبورد والماوس بحس بمعاناه كبيره. يلا يلا بسرعه خلص نفسك، عارف هو ماله، تحس ان هو رافع حاجب ونازل حاجب. يعني انا مش عارف بقى ايه الحته الغريبه اللي انا فيها دي، طبعا الحاجات دي مش في الفيلم خالص، هو هنا المفروض ان انا مش عارف ليه متقمص دور النينجا بالطقم الغريب ده. انا لسه شايف الفيلم قريب، بحس ان انا كنت عايز اشوف الجزء الرابع، فقلت لازم ان انا استعيد ذكريات الافلام والمعلومات اللي فيه. فطبعا الحاجات دي كلها مش موجوده في الفيلم، هو بمجرد ان هو اتعلم الحاجات دي اتنقلت له في دماغه، فهو بقى الجيم هنا جايب لنا الحاجات اللي كان بيتعلمها دي كان شكلها عامل ازاي.
build new skills as you progress. Keep practicing silent takedowns for now. طبعا هنا الكومبات سيستم مختلف شوية عن الجزء اللي فات. هنا بيديلك بقى شوية حاجات زيادة مع طبعا شغل السينيماتيك اكشن. البوس فايت بقى المعلم رشدان ومخلين الجيم طبعا مختلفة تماما، يعني كأنك بتلعب حاجة كرتونية جدا، فيلم كرتون ماتريكس. ماشي، نروح بقى اللاست ساموراي. انا مش عارف تقريبا يعني كيانو ريفز كان بيحقق احلامه في اللعبه دي. تحب نعملك نينجا ماشي، تحب نعملك ساموراي يعملوني حاجه غريبه جدا، يعني مش عارف يعني ايه اللي ممكن يعني يحصل تاني بعد كده. وبعدين المرحله طولت جدا وموطت قوي، والراجل ده مفيش غيره هو اللي عمالين نقتله في كل حته. لسه كنت بقول هو برضو يعني ايه، كيانو ريفز لسه بيحقق احلامه جوه الجيم، فقال لك انا عايز العب فاتال فريم، اعملوا لي الديزاين بتاع فاتال فريم جوه اللعبه. برضو انا مش فاهم ايه لازمه الحاجات دي، الساموراي وابيض واسود وبتاع. انا كنت كان يا ريت كنت عملت لعبه تانية، لو كان عملت لعبه تانية كان هيبقى اظرف بكتير. المشكله ان انا بواجهها دلوقتي ان الكومبات سيستم متكرر، يعني انا كل فايت بخش وبعمل تقريبا نفس الحاجات، يعني بعمل الحاجات بالظبط اللي بتتعمل، ان هو ان انا احاول ان انا ادج الضربه، اضرب الضربتين، يعني بصوا يعني مفيش جديد ده لحد دلوقتي. مش عارف، طبعا شكلها حلو، يعني شكل الستايل الضربات عجبني، ممتع كده، تحس ان هو سينيماتيك، بس المفروض ان هو يتغير، يعني يبقى في حاجات كتير. اوعى ايه ده، تقريبا الضربه بتاعت وان بيس جاتلين جان بتاعت نيو. السكيل تري كبيره، انا شفتها كبيره جدا. بس تعال نروح مرحله تانية. هنا بقى عمل السلو مو دوج. انا سكبيت ده، عملت سكيب لكل حاجه وقلت ان انا ايه افرجكم على الفاينل بوس، البوس باتل بتاع الايجنت. كان قوي جدا على فكره، عجبني، يعني الفايت كان حلو قوي، بس الايجنت كان صعب جدا جدا الحقيقه، ما عرفش اعديه، يعني حسيت بمعاناه رهيبه، انا مش عارف اعديه، خنقني الحقيقه، فطبعا سفلتني على الارض. طبعا بعد السفلته اللي هو سفلتها لي دي، حبيت برضو ان انا مش هختم الفيديو على كده، فقعدت اتعبس شويه على النت لحد ما توصلت ان كان في لعبه اسمها ماتريكس اونلاين. فالحقيقه انا كنت عايز اعرف دي عامله ازاي، هو يا ريتني ما عرفت يعني، بس الحقيقه قلت برضو ان انا اجيبها واوريها لكم عشان اوريكم التطور كان عامل ازاي بتاع العاب ماتريكس. فوصلت ان كان في المفروض ان سيرفرات اللعبه دي واقعه، مش موجوده دلوقتي طبعا، خلاص انتهت، بس في ويب سايت عامل برايفت سيرفر للجيم دي، بحيث انك تخش تتفرج بس على اللعبه كانت عامله ازاي. طبعا زي ما انتم شايفين اللعبه الجرافيكس قديم، ايه ده قديم جدا، اوبن وورلد زي ما انتم شايفين. طبعا الانترفيس مليان حاجات كتير جدا، انا ما فهمتش اي حاجه خالص، حاولت ان انا حتى افتح العربيه، مش عايز يفتح العربيه، يعني مفيش خالص فتح عربيات، فاستغربت على الولد ده كله ومش بركب عربيه، فكان الموضوع بالنسبه لي كان غريب الحقيقه. فطبعا انا مش هنطول عليكم في الحته دي، هي بس انا كنت حبيت ان انا اوريكم ان في لعبه موجوده للماتريكس وكانت اونلاين. الحقيقه انا ما عنديش معلومات كبيره عنها، بس قلت احطها كده زي كسبيشال ابييرنس لحاجه جوه الفيديو. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت ما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان يجيلكم كل جديد. في الديسكريبشن هتلاقوا روابط ستورز جيمز تو ايجيبت ومواقع صفحاتنا على السوشيال ميديا. كان معكم كينج من جيمز تو ايجيبت، سلام.